بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ياسمين مجدي، والنهاردة هنكمل مع بعض محاضرات التعليم الإلكتروني لمقرر مراجعة 2. المحاضرة اللي فاتت كنا بدأنا اتكلمنا مع بعض عن المراجعة التحليلية، وعرفنا ايه هي مفهوم المراجعة التحليلية، وايه أهمية المراجعة التحليلية، وامتى المراجع الخارجي بيستخدم المراجعة التحليلية، وايه المخاطر اللي ممكن تواجه المراجع أثناء استخدامه لأساليب المراجعة التحليلية. النهاردة هنكمل مع بعض جزء المراجعة التحليلية، وهناخد ازاي او هي الاساليب المستخدمة في المراجعة التحليلية. الجزء النهاردة كله بيتكلم عن الاساليب المستخدمة في المراجعة التحليلية، وازاي احنا نستخدم الاساليب دي ونستخدمها بشكل عملي عشان نعرف ازاي نقدر ناخد القرار بناء على النتائج اللي هتطلعت لنا الاجراءات التحليلية او اساليب الاجراءات التحليلية اللي احنا نستخدمها. اول اساليب الاجراءات التحليلية اللي احنا نستخدمه هو اسلوب المدخل الكلي او مدخل المنشأة، وده عشان نجمع أدلة الاثبات. المدخل ده بيقوم على ان المراجع بيتبنى وجهة نظر شاملة للمنشأة، يعني بيبص للقوائم المالية للمنشأة في ضوء علاقتها بالصناعة او النشاط اللي بتنتمي ليه او الظروف الاقتصادية السائدة. يبقى اذا عندي هنا المراجع وفقا للمدخل الكلي او مدخل المنشأة ما بيبصش للقوائم المالية بشكل مفرد، لا بيبص للقوائم المالية ويشوف علاقتها بطبيعه بالقطاع اللي هي تابعه ليه او الصناعه، او ايه تاثير الظروف الاقتصاديه الموجوده دلوقتي على القوائم الماليه وعلى نتائج الاعمال. طبعا المراجع هنا بيبدا يفسر الفروق او الاختلافات والتقلبات اللي موجوده في بنود القوائم الماليه في ضوء ظروف المنشاه والصناعه والاقتصاد. يعني لو عندي المنشاه او الصناعه او النشاط او الاقتصاد حصل فيه تغيرات بتأثر على بنود المنشأة أو بنود القوائم المالية الخاصة بالشركة، فبالتالي المراجع بيبدأ يلاقي إن التغيرات والاختلافات والتقلبات اللي حصلت في القوائم المالية دي ليها تفسير. يعني على سبيل المثال في الفترة اللي فاتت إحنا مفروض واجهنا أزمة الكورونا، وكان في حالة إغلاق تام، ومعظم الشركات ما كانتش تقريبا بتشتغل. ده ظرف حصل على مستوى الاقتصاد أو على مستوى العالم ككل، فبالتالي لازم يكون ليه تأثير على القوائم المالية وعلى البنود الموجودة في القوائم المالية. يبقى التغيرات والاختلافات اللي هتحصل أو الفروق اللي هتحصل والتقلبات اللي مش طبيعية في بنود القوائم المالية، سواء كانت المبيعات أو المشتريات أو أي بند من بنود القوائم المالية، ده طبيعي لأن كان في ظرف استثنائي أثر على البنود أو أثر على القوائم المالية. يبقى أنا ساعتها ما ببصش للقوائم المالية ما قارنهاش بالسنة اللي فاتت، لأ أنا بقارنها بالظروف الحالية. تمام؟ طيب استخدام المراجع للمدخل ده بيخليه يستخدم أو يمارس أحكام شخصية كتيرة جدا عشان يقدر يوصل لتقديرات وأحكام على أهمية التقلبات دي، ويحدد إيه هو اللي عادي وإيه هو اللي مش عادي، ويستخدم طبعا فحص إضافي عشان يشوف الأسباب. يبقى إذن عندي هنا استخدام المراجع للمدخل الكلي بيخليه يستخدم أحكام شخصية كتير. يعني في ظل ظروف أزمة الكورونا اللي احنا واخدينها مثال، ايه هي التقلبات اللي مفروض تكون غير عادية في بنود القوائم المالية، وايه هي التقلبات الغير عادية، واحكم ازاي اذا كان ده غير عادي او عادي. ده هنا يبقى بنرجع للأحكام الشخصية للمراجع. وتفتكروا ان احنا كنا بنقول ان كتر استخدام المراجع للأحكام الشخصية في اجراءات المراجعة ده بيأثر طبعا، وبيكون احد المخاطر اللي بيواجهها المراجع حال استخدامه لاجراءات المراجعة التحليلية. يبقى المدخل الكلي او مدخل المنشأة بيخلي فعلا المراجع يستخدم درجة كبيرة جدا من درجات الحكم الشخصي. طبعا المدخل ده عشان ينجح تمام لازم المراجع لازم ياخد معلومات وفيرة جدا، لازم يكون عنده معلومات وفرة في المعلومات عن المنشأة، عن الصناعة، عن الاقتصاد، عشان ولازم تكون المعلومات دي من مصادر موثوق منها، مش معلومات من اي حتة وخلاص. فبالتالي عشان يوصل لفعلا للاستخدام والحكم الشخصي مظبوط يبقى لازم يكون عنده معلومات وفيرة. تمام؟ طيب مثلا المثال زي اللي قلنا عليه الكورونا، احنا حصل عندنا انخفاض في السيولة تمام في الشركات، فالمراجع لازم هيسأل نفسه هل الانخفاض ده بسبب أزمة الكورونا وحالة الإغلاق اللي حصلت، ولا نتيجة وجود أخطاء في حساب النسب أو حساب نسب السيولة. تمام؟ يبقى عشان يستخدم الأسلوب ده لازم هيبص بقى يبدأ يجمع في ظروف الصناعة، تأثير أزمة الكورونا على ظروف الصناعة، على الظروف الاقتصادية،
وطبعا يشوف لو في حصلت أزمة سيولة على المستوى القومي أو يشوف هل في مشكلة في تجميع الديون أو في مشكلة على الشركات القطاع العام في تجميع الديون. طبعا ده بيأثر على حجم الطلب الكلي. بإذن المراجع هنا هيدرس تأثير الكورونا على حجم الطلب، هيدرس تأثير الكورونا على حجم المبيعات عشان يقدر يفسر هل السيولة هنا تأثيرها طبيعي ولا غير طبيعي. تمام، يبقى ده أول مدخل اللي هو المدخل الكلي أو مدخل المنشأة عشان نجمع أدلة الإيه؟ الإثبات. المدخل الثاني من مداخل أو من الأساليب المستخدمة في المراجعة التحليلية هو تحليل النسب المالية. طبعا احنا اعتقد ان ممكن تكونوا اخدتوا تحليل النسب الماليه في مقرر مراجعه التحليل القوائم الماليه، وعرفنا ان تحليل النسب الماليه هو الربط بين عنصرين او اكتر من عناصر القوائم الماليه عشان يديني دلاله معينه. يعني هنا انا ما باخدش العنصر لوحده، يعني ما باخدش الاصول المتداوله لوحدها او الاصول الثابته لوحدها، لا انا بربط الاصول المتداوله مثلا بالالتزامات المتداوله او الاصول المتداوله باجمالي الاصول عشان اعرف يديني دلاله او يفسر لي يديني معنى معين. طبعا تحليل النسب الماليه لان هو بسيط جدا والوصول لدلالاته سهل او سريع، فالمراجع او بيعتبر ده من اكتر اجراءات المراجعه التحليليه استخدام للمراجع. ليه؟ زي ما قلنا ان في معلومات متوفره عن حساب النسب الماليه والمعلومات اللي المفروض بنقيسها على اساسها، كمان عندي في اسس علميه مستقره بتشرح وتفسر النسب دي واتجاهاتها ودلاله الفروق بين النسب الفعليه والمعياريه محل المقارنه. ده غير طبعا انها بتقلل من استخدام المراجع الخارجي للحكم الشخصي، لان هو اوريدي في دلالات او فعليا في دلالات علميه واسس علميه اقدر افسر بيها النتائج او افسر دلاله الارقام اللي ظاهره عندي. تمام، طيب ايه اهم النسب اللي ممكن المراجع يستخدمها في الاسلوب ده في اسلوب تحليل النسب الماليه؟ اول حاجه عندي المراجع يهمه جدا يعرف ايه مدى قدرة الشركة او المنشأة انها تسدد التزاماتها قصيرة الاجل. يبقى النسب دي عندي بيبص فيها على الاصول المتداولة والالتزامات المتداولة وبعض مكونات الاصول والالتزامات. تمام، اللي بتساعد في تغطية او بعض مكونات الالتزامات اللي بتساعد في تغطية الايه الالتزامات بعض مكونات الاصول اللي بتساعد في تغطية الالتزامات قصيرة الاجل. اهم النسب اللي المراجع ممكن يستخدمها في تحليل النسب المالية هي نسبة التداول، ودي بتساوي الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة، ونسبة السيولة ودي بتساوي الأصول المتداولة ناقص المخزون على الالتزامات المتداولة، ونسبة السيولة السريعة أو نسبة النقدية ودي بتساوي النقدية زائد الاستثمارات قصيرة الأجل على الالتزامات المتداولة. استخدام المراجع لنسب السيولة أو النسب دي بتساعد المراجع على تقييم قدرة الشركة على الاستمرار، وزي ما احنا عارفين المراجع لو حصل عنده شك في قدرة الشركة على الاستمرار سنة بعد إصداره التقرير وما اظهرش الشك ده في القوائم الماليه فقد يتهم بعدم بذل العنايه المهنيه الواجبه، وده طبعا بيأثر على تقريره وممكن يحوله للمساءله القانونيه. تاني حاجه عندي او تاني مقياس بنستخدمه هو قياس مدى قدره الشركه على سداد التزاماتها طويله الاجل، والنسب دي برضو بترتبط بقدره الشركه على الاستمرار لان اتجاهها بشكل معاكس يعني ان احتمال يحصل توقف للشركه. النسب دي اهمها مثلا نسبه الديون الى حقوق الملكيه اللي هو هيكل راس المال، وده بيساوي اجمالي الالتزامات الى حقوق الملكيه. كمان بنقيس عدد مرات تغطيه الفوائد، وده بيساوي صافي الربح من النشاط قبل الفوائد والضرائب على الفوائد المدينه. تمام، كمان في مقاييس تانية بيستخدمها المراجع زي بنسميها قياس كفاءه استخدام الاصول او مؤشرات النشاط. تمام، طبعا احنا عارفين ان ربحية الشركة بتقف عند كفاءتها في ادارة اصولها، فاحنا عايزين نشوف مدى قدرة الشركة على ادارة الاصول، فبنقيس كفاءة الشركة على ادارة الاصول، ودي بنقيسها عن طريق معدل دوران المخزون متوسط فترة التحصيل ومعدل دوران الحسابات المدينة متوسط فترة الائتمان ومعدل دوران الاصول. تمام، كمان النسب اللي احنا بنستخدمها المراجع نسب الربحية، ونسب الربحية دي بصفة عامة بتوضح مدى نجاح الشركة أو فشلها في تحقيق الربح. طبعا احنا عارفين ان هدف اي شركة او هدف اي مشروع ان هو يحقق الربح، يبقى نسبة الربحية او نسب الربحية ليها اهمية خاصة جدا في المراجعة التحليلية، لانها اي اخطاء في البنود المكونة لنسب الربحية دي هتأثر على صافي الربح. طبعا من اهم النسب دي نسب مجمل الربح للمبيعات ونسب صافي الربح للمبيعات ومعدل العائد على الاستثمار ومعدل ربحية السهم
تمام. طيب المراجع بقى لما يجي يستخدم النسب دي، سواء بقى نسب الربحية او نسب كفاءة الاصول او نسب مدى قدرة الشركة على تسلسل التزامات قصيرة الاجل او طويلة الاجل، لازم يحط في اعتباره اعتبارين اساسيين. اول حاجة ان النسب اللي احنا قلناها دي اللي فاتت هي مش النسب كلها، هي سبيل المثال ومش الحصر، وطبعا في نسب كتيرة جدا المراجع المفروض يستخدمها. تاني حاجة عندي، في حال ان المراجع هيستخدم النسب المالية عشان في المقارنات او في اتخاذ قرارات، فلازم يقارنها مع منشآت تانية، يقارنها مع نفس النسب المالية لنفس الشركة في سنوات سابقة، تمام. ولازم يحط في اعتباره النسب النموذجية، يعني ان المفروض ان وفقا لقطول الصناعة بيكون في نسبة نموذجية هي بنسميها مقياس مرجعي، المراجع بيقارن بيه النسبة دي في الشركة مع النسبة في شركات اخرى او في الصناعة، هل هو اقل منهم هل هو اعلى منهم، ويبدأ يلاقي تفسيرات لاختلاف النسبة دي بالذات انخفاضها عن الصناعة، تمام. ولو زادت بشكل غير طبيعي، لا طب ليه زايدة بشكل غير طبيعي على مستوى الصناعة، تمام. يبقى اذا عندي النسب المالية هي احد الاتجاهات ويمكن اكتر الاتجاهات والاساليب اللي بيستخدمها المراجع الخارجي في المراجعة التحليلية. الاسلوب الثالث، وده اللي هناخد النهاردة عليه مثال عملي، هو تحليل الاتجاهات. تحليل الاتجاهات، لو تفتكروا احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان المراجعة التحليلية قايمة على مبدأ ان العلاقة الموجودة في الوقت الحالي متوقع انها تستمر، على افتراض ان العلاقة الموجودة او البنود الموجودة في الوقت الحالي والعلاقات الموجودة في الوقت الحالي متوقع انها تستمر في الوقت في المستقبل. يعني لو المبيعات بتزيد بنسبة 10% سنويا، فمتوقع ان المبيعات تفضل تزيد بنسبة 10% سنويا. ده الفرض اللي قايم عليه المراجعة التحليلية. يبقى تمام. تحليل الاتجاه بقى الغرض منه هنا ان احنا نشوف الاتجاه الملاحظ في السنوات السابقة، يعني اشوف ان مثلا حجم المصروفات بيزيد بنسبة قد ايه سنويا، وبالتالي انا بتوقع ان الزيادة دي تكون مستمرة في السنة الحالية، مستمرة في السنة الحالية. يبقى بالتالي تغيير الحالة دي او تغيير الاتجاه ده معناه ان في ظروف غير عادية، معناه ان في ظروف غير عادية. طيب بنقيس الاتجاه لكل القيم المطلقة للبنود المختلفة، وبرده للنسب المئوية للاتجاه العام للبنود. يبقى انا بقيس الاختلافات بالنسبة للقيم نفسها وبالنسبة لنسب ايه مئوية، عشان اقيس اذا كان في تغيرات ايجابية وسلبية. بختار سنة اساس، السنة دي هي اللي بحسب عليها، بقارن بيها السنين السابقة اللي بعد كده. واختيار سنة الاساس بيكون ليه شروط، طبعا اهم شرط فيها ان تكون سنه طبيعيه ما فيهاش اوضاع غير طبيعيه، ما حصلش فيها ظروف غير طبيعيه على مستوى الصناعه او على مستوى الاقتصاد او على مستوى المنشاه والنشاط. وبقيس بقى وفقا للمعلومات المحاسبيه للسنه التاليه او السنوات التاليه وفقا ليه او بناء على او بالنسبه ليه سنه الاساس، تمام. مثال واحد بيقول، بفرض ان المراجع الخارجي بيرغب في استخدام تحليل الاتجاه للحكم على مدى معقولية بند المبيعات ومجمل الربح لعام 2003، وانه قام باستخدام عام 2000 كسنة اساس وفيما يلي البيانات اللي تم استخدامها. هنا مديني السنين 2000 و2001 و2002 و2003، ومديني قيمة المبيعات وقيمة مرضات المبيعات ونسبة مجمل الربح، دي البيانات اللي هو مديها لي. انا لما اجي هحسب، هحسب بقى الاتجاه العام للمبيعات والاتجاه العام لمرضات المبيعات والاتجاه العام لنسبة الايه مجمل الربح. طيب بحسبهم ازاي؟ بيبقى البند في السنة الحالية على البند في سنة الاساس. يعني مثلا هاجي احسب المبيعات، قيمة الاتجاه العام للمبيعات، الاتجاه العام للمبيعات هيبقى مليون على مليون هيساوي كام؟ 100%. والاتجاه العام لقيمة مرضات المبيعات 100,000 على 100,000 هيبقى 100%. والاتجاه العام لنسبة مجمل الربح 18% على 18% هيبقى ايه 100%. ده لسنة 2000. طب تعالوا 2001، قيمة الاتجاه العام للمبيعات في 2001 مليون ومتين ألف على مليون يبقى 120%، ومية وتمانية ألف على 100,000 هيبقى 108%، وتمنتاشر في المية على 18% هيبقى ايه 100%، تمام. طيب تعالوا نحسب قيمة المبيعات، الاتجاه العام للمبيعات ولمرضات المبيعات ونسبة مجمل الربح في سنة 2002، هيبقى 100 مليون و240 ألف على مليون هيبقى 124%، و115 ألف على 100 هيبقى 115%،
و18% ونسبة مجمل الربح ل18% نسبة مجمل الربح في 2000 هيبقى 100%. طيب 2003 قيمة المبيعات في 2003 1,340,000 على 1,000,000 في 2000 يبقى 134%. 125,000 في 2003 على 100,000 في 2000 يبقى 125%. 18% في 2003 على 18% في 2000 يبقى 100%. تمام. لو التحليل ده بقى نبص بقى مردودات المبيعات والمبيعات بيمشوا في نفس الاتجاه، يعني بيزيدوا مع بعض، يعني ده بيزيد وده بيزيد. تمام. اتجاه مجمل الربح برضو زي ما هو ثابت ما تغيرش 100% اهو. تمام. يبقى معنى ذلك ان احتمال كبير يكون المبيعات خالية من اي اخطاء مؤثرة وجوهرية، لان فعلا الاتجاه العام للمبيعات بيزيد وبيزيد معاه الاتجاه العام لمردودات المبيعات، يبقى في اتجاه زيادة. مجمل الربح ثابت برضو. تمام. يبقى في احتمال ايه؟ ان يكون المحسبات او حساب المبيعات خالي من اي اخطاء مؤثرة او جوهرية. طيب يبقى لازم واحنا كمان نحط في بالنا واحنا بنحسب ان اي تحفظات عند اختيار سنة الايه الاساس، وان اهم تحفظ عندي المراجع ياخد باله منه ان يكون في اي تغيرات غير طبيعية او يكون في اي اعتبارات غير طبيعية في هذه السنة. ده المثال الاول، تعالوا نشوف مع بعض المثال التاني. المثال التاني بيقول احنا عندنا هيدينا قيمة المخزون ومعدل دوران المخزون في ال4 سنوات اللي فاتت، وهو عايز مني اصور جدول تحليل اتجاه لكل من قيمة المخزون ومعدل دوران المخزون، واشوف مدى اهمية دلالات التحليل ده للمراجع الخارجي لما يعمل المراجعة التحليلية. تمام. طبعا هو مش محدد لي هنا سنة الاساس، فاحنا هنفترض ان سنة الاساس هي اول سنة اللي هي سنة ايه 2000. تعالوا نبدأ نحسب ونشوف الاتجاه العام للمخزون والاتجاه العام لمعدل دوران الايه المخزون. المخزون عندي في 2000 و2001 و2002 و2003، هنجيب الاتجاه للمخزون زي ما قلنا السنة على سنة الاساس. يبقى المخزون في السنة كان 5,500,000 على سنة الاساس 5,500,000 بالاتجاه العام كام؟ 100%. في 2001 كان 6,200,000 على 5,500,000 بالاتجاه العام 112.73%. في 2002 كان 7,100,000 على 5,500,000 الاتجاه العام 129.9%. في 2003 كان 8,000,000 على 5,500,000 يبقى 145.46%. ده اتجاه العام لإيه؟ للمخزون. طب الاتجاه العام لمعدل دوران المخزون في سنة 2000 كان 14، يبقى 14 على 14 100%. في سنة 2001 16.5 على 14 يبقى 117.86%. في 2002 17.45% على 14 يبقى 124.64%. في 2003 18.5 على 14 يبقى 132.14%. طيب هنلاحظ هنا بقى ايه؟ ان اتجاه المخزون فيه على طول اتجاهات ايجابية، لان المخزون عندي زاد في سنة 2000 من 100% لسنة 2003 145.46%. تمام؟ طيب خلاص. وعندي معدل دوران المخزون زاد من سنة 2000 من 100% لسنة 2003 132.14%. تمام؟ طيب هل الزيادة دي طبيعية بقى؟ نبدأ نسأل بقى، هل الزيادة دي زيادة طبيعية؟ يعني 100% وبعد كده زاد 12% وبعد كده زاد 17% وبعد كده زاد حوالي 16%، هل الزيادة هنا طبيعية ولا هل في خطأ محاسبي أو خطأ مستندي في كمية أو تكلفة المخزون من ناحية، أو ممكن يكون حصل زيادة في التكلفة نتيجة ارتفاع الأسعار من ناحية تانية، أو عندي مخزون راكد؟ الطبيعي ان المخزون عندي ما يزيدش بالطريقة دي، ده مش طبيعي ان المخزون يزيد، المفروض ان يكون المخزون على طول عندك انت بتبيعه. فالاتجاه التغيير الايجابي او الزيادة الايجابية دي ايه؟ مش سليمة، فلازم الاقي تفسير للزيادة دي. فالمراجع لازم يدور على تفسير للزيادة دي ويشوف هل الزيادة دي زيادة طبيعية ولا غير طبيعية نتيجة وجود عوارض حصلت زي مخزون راكد او ارتفاع اسعار او خطأ في الحسابات خلى في يبقى بان عندي المخزون بيزيد بالطريقة دي. تمام؟ طيب يبقى ده عندي هنا تحليل الايه الاتجاه. تعالوا نشوف الاسلوب اللي بعد كده في اساليب المستخدمه في المراجعه التحليليه. طيب
الأسلوب اللي بعد كده هو تحليل القوائم المالية باستخدام الأحجام النسبية. قوائم عارفين التحليل الرأسي والأفقي في اللي خدتوه في تحليل القوائم المالية، هو ده التحليل باستخدام قوائم الحجم النسبي. احنا بنعد القوائم المالية على شكل نسب مئوية لكل بند على أساس مشترك. في قائمة الدخل مثلا بننسب قيمة كل بند للمبيعات، وفي قائمة المركز المالي بننسب كل قيمة كل بند لإجمالي الأصول، وبنستخدم النسب الخاصة دي بأحكام بنود القوائم المالية بحيث إن احنا بنتوقع ايه المفروض يكون عليه قيمة البند، ونقارن القيمة التقديرية للبند مع القيمة الدفترية عشان نحكم على مدى ايه معقولية البند. تمام، يبقى احنا بنستخدم تحليل الأفقي والرأسي عشان نحكم على مدى معقولية البنود في القوائم الايه المالية. تمام، طيب بعد كده الأسلوب اللي بعد كده اللي بيستخدمه المراجع في المراجعة التحليلية هو مقارنة معلومات المنشأة من السنة الحالية بمعلومات من السنوات السابقة. الأسلوب اللي بعد كده احنا بنقارن السنة الحالية مع معلومات من السنوات السابقة، يعني احنا بنقارن القيم أو الأرصدة الدفترية مع بيانات تانية فعلية أو تقديرية. طيب بنقارن ايه بإيه بقى؟ يا إما قارن معلومات المنشأة السنة دي مع المعلومات على مستوى الصناعة، يعني بقارن المعلومات الموجودة في القوائم المالية الخاصة بالشركة مع معلومات الصناعة اللي بتنتمي ليها، وبنسميها هنا حاجة اسمها cross sectional analysis أو تحليل قطاعي. خلاص، بنستخدم المقارنات عشان نفهم النشاط وبنفهم الصناعة، وبالتالي بناخد في الاعتبار هنا واحنا بنقارن ان في متوسطات لكل المنشآت، وبنقارن كل المنشآت ونشوف الشركة وضعها فين للصناعة ككل. او ان انا المقارنة التانية ان انا اقارن معلومات نفسي انا بنفسي السنة اللي قبل كده، يعني منشأة تقارن نفس بتقارن معلوماتها المالية السنة دي بالسنة اللي فاتت واشوف انا وصلت لحد فين، خلاص في تغيير مثلا في ليه اسباب طبيعية ولا في خطأ في الحساب. تمام، وطبعا المعلومات دي بتكون ضرورية او المقارنة دي بتكون ضرورية لانها بتوضح للمراجع صحة المعلومات او لو كان محتاج يعمل فحص اضافي. كمان حاجة ان هو بيقارن الشركة بتكون عاملة موازنات او معلومات تقديرية للسنة بتاعتها، فهو بيقارن المراجع المعلومات الفعلية اللي عنده بالمعلومات التقديرية اللي كانت عاملاها الشركة عشان يشوف مدى معقولية القيم الدفترية ومدى معقولية التقديرات، ممكن تكون الشركة مقدرة حاجة مش حقيقية. كمان حاجة المراجع بيبدأ يعمل تقديرات لبنود مختلفة عنده زي مثلا تكلفة البضاعة او المدينين، ويبدأ يقارن المراجع ما بين التقديرات اللي هو عملها دي وما بين المعلومات الفعلية اللي موجودة في قوائم المالية الخاصة بالايه بالشركة. تمام، طيب يبقى احنا ده برضو اسلوب من الاساليب اللي بيستخدمها المراجع الخارجي. نيجي بقى للاسلوب الجديد والمطور واللي ممكن دلوقتي يكون فيه مشاكل في الاستخدام ان هو مطور جدا ومنهجي وفيه شغل احصاء، هو استخدام وتطبيق الاساليب والنماذج الايه الرياضية. استخدام وتطبيق النماذج الرياضية، طبعا هنا بنستخدم أساليب إحصائية ورياضية عشان نقيس العلاقة ما بين البنود في القوائم المالية وبينها وبين بعضها البعض سواء كانت بيانات مالية أو غير مالية. أهم حاجة بنستخدمها وأول أسلوب بنستخدمه هو تحليل الانحدار. وفي تحليل الانحدار هنا احنا بنستخدم معادلة الانحدار الخطي اللي بتقول ص بتساوي أ زائد ب س، ص بتساوي أ زائد ب س. ص هنا بتكون متغير تابع وسين هي متغير مستقل، ألف بيبقى الجزء الثابت في المعادلة وب هو معدل التغير بالنسبة لي بالنسبة للبند المتغير التابع للمتغير الايه المستقل. تمام، طيب لو عندي مثلا انا بقدر مصروفات المبيعات او مصروفات البيع والتوزيع بالنسبة للمبيعات، يبقى ص لو قلنا انها مصروفات البيع والتوزيع، ألف هي الجزء الثابت مصروفات البيع والتوزيع، ب هي معدل تغير مصروفات البيع والتوزيع بالنسبة للمتغير التابع المستقل اللي هو ايه س. طبعا عشان نقدر نجيب البيانات دي بنجمع بيانات، او عشان نقدر نجيب المتغيرات دي ونجيب قيم البنود دي احنا بنجمع بيانات لفترات عديدة لكذا سنة، والمراجع بيستخدم طريقة المربعات الصغرى عشان يقدر قيمة ألف وقيمة ب. طبعا الطريقة دي بنستخدمها وبتميز بانها بتوفر بتستخدم كل البيانات التاريخية المتاحة في التنبؤ، ولكن مشكلتها انها بتعتمد ان ص اللي هو المتغير التابع ما بيتأثرش غير بعامل واحد بس اللي هو عامل الزمن واللي احنا بنعبر عنه بالمتغير س، وطبعا ده
ده فرض مشكوك فيه، لان ممكن يحصل تغيرات اخرى تأثر على نتيجة ايه صاد. تمام. طيب غير سين طبعا، غير المستغير المستقل. طب تعالوا نشوف مثال على الكلام ده. مثال بيقول فيما يلي البيانات الخاصة او فيما يلي المبيعات، حساب المبيعات الخاص بالمنشأة محل المراجعة، كانت مبيعات الفترات السابقة زي ما هو متوضح عندي، مديني من سنة 2007 ل 2016، يبقى ما احنا كده بنستخدم بيانات تاريخية، ومديني المبيعات بالالافات، وبيقول لي بصفتك مراجع للحسابات باستخدام طريقة المربعات الصغرى لازم نحط مبيعات او نتوقع المبيعات الخاصة بعام 2017. يبقى انا كده هستخدم البيانات التاريخية المتاحة بالنسبة لي في التنبؤ. وبعد كده مديني هو رقم المبيعات الفعلي اللي هو 2 مليون، وبيقول لي قارن او قيم المبيعات الفعلية. طبعا المراجع هيعمل تنبؤاته الخاصة وفقا باستخدام طريقة المربعات الصغرى وباستخدام تحليل الانحدار، وهيقارن المتوقع بالايه او المتنبأ بيه بالفعل. طب تعالوا نشوف ازاي هنطبق طريقة تحليل الانحدار مع المسألة هنا. عشان تطبق طريقة تحليل الانحدار بتجيب المتغير ص والمتغير س، وبتجيب س تربيع، وبعد كده بتضرب س في ص لكل سنة من السنين، وفي الآخر بتجيب مجموع ص وبتجيب مجموع س وبتجيب مجموع س تربيع وبتجيب مجموع س ص. يبقى احنا ص تمام، س س تربيع س ص س تربيع، يعني س أس 2 وس ص، وبجمع ص كلها وبجمع س كلها في الآخر، وبجمع س ص وبجمع س ضرب ص. تمام. طيب بعد كده أبدأ أعمل معادلة الانحدار أو المعادلة الخطية عندي. تعالوا بقى نطبق طريقة المربعات الصغرى عشان نقدر نجيب الحجم المبيعات أو هي المبيعات المتوقعة لعام 2017، ونقارنها بحجم المبيعات الفعلية في عام 2017 ونشوف الايه النتيجة. عشان تطبق طريقة المربعات الصغرى عندنا معادلتين أساسيتين لازم نشتغل عليهم. طبعا احنا قلنا في الأول في الخطوة الأولى احنا بجيبنا س تربيع وس ص ومج س ومج ص ومج س تربيع ومج س ص. تمام. طيب المعادلة الأولى اللي هستخدمها بتقول مج ص بيساوي ن أ، ونون دي هي اللي عدد، هي بتقول عدد البيانات او عدد السنين او عدد الـ السنوات او الفترات اللي احنا بنحسب عليها. تمام. ا طبعا احنا عارفين ان هو ثابت المعادلة، زائد ب مج س اللي هو مجموع س. تمام. ودي المعادلة الاولى. المعادلة التانية مج س ص بيساوي ا مج س زائد ب مج س تربيع. تمام. خلاص. طيب تعالوا نعوض في المعادلة الاولى. مج ص عندي طلع من 1919200، اسفة، مج ص طلع 9,192,000. عدد الوحدات او عدد السنين اللي انا شغالة عليها هي 10 سنين، 2007 واحد، 2008 اتنين، 2009 تلاتة، 2010 اربعة، 11، 12، 13 ولحد 16، يبقى 10 سنين. يبقى نون عندي هنا 10. الف تمام، نون الف تمام، زائد مج س عندي، مج س انا مطلعاه اللي هو مجموع س مطلعه 45 ب. يبقى المعادلة الأولى عندي 9,192,000 بيساوي 10 ألف زائد 45 ب. طيب المعادلة التانية بتقول مج س ص، مج س ص يعني مجموع س ص طلعت عندي 44,749,000. خلاص. زائد بتساوي مج س مجموع س أو أ مج س اللي هو مجموع س، أ مجموع س، مجموع س أنا مطلعاها 45، زائد ب مجموع س تربيع، س تربيع أنا مطلعاها 285، ودي المعادلة التانية. طيب بجزء حتة بقى رياضة، عشان أطير لازم أطير يا ألف يا ب عشان أجيب، يبقى عندي مجهول واحد أجيب قيمته. فعشان أطير ألف وب أنا عندي ألف 10 في المعادلة الأولى، والمعامل بتاعها في المعادلة التانية 45، وب في المعاملة الأولى، المعادلة الأولى معامل بتاعها 45، وفي المعادلة التانية معامل بتاعها 285. فانا هضرب المعادلة الاولى في 9 وهضرب المعادلة التانية في 2. لو ضربت المعادلة الاولى في 9 هتديني تبقى الف 90، وب هتبقى 405، وفي لو ضربت المعادلة التانية في 2 هتبقى الف 90 وب 570. يبقى كده انا هطير ايه بالطرح ما بين المعادلة الاولى والمعادلة التانية، يبقى ايه الف هيطير، يبقى عندي هنا 6,770,000 بيساوي 165 ب. هقسم 165 على 6,770,000
يبقى ب هتساوي 41,030. طيب اعوض ب ب بقى، يبقى انا كده فاضل عندي المجهول الناقص عندي ايه؟ الف. اعوض ب ب في اي معادله، خلينا نعوض ب ب في المعادله الاولانيه، يبقى 9,192,000 بيساوي 10,000 زائد 45 في 41,030، يبقى 10,000 بتساوي تمام 9,192,000 ناقص 1,846,350، يبقى 10,000 هتساوي 7,345,650. يبقى اقسم 7,345,650 على 10، يبقى ألف هتساوي 7,734,665. تمام، يبقى انا كده طلعت قيمة ب ب41,030 وقيمة ألف ب734,565. طيب تعالوا بقى نعوض الكلام ده في المثال بتاعنا، عشان في معادلة س ص بتساوي أ زائد ب س، عشان أجيب ص وأجيب إيه س، أو أجيب عندي قيمة المبيعات عندي. تمام كده أنا بقى طلعت قيم أ وقيم إيه ب، فمعادلة الانحدار عندي اللي هي ص بتساوي أ زائد ب س، أعوض بقى في أ عن بألف ب734,565 وعوض عن به ب41,030، تبقى معادلة الخط المستقيم بتاعتي أو معادلة الانحدار بتساوي ص بتساوي 734,565 زائد 41,030 س. طيب يبقى أنا كده عملت أول حاجة إن أنا جبت أو استخدمت طريقة المربعات الصغرى إن أجيب معادلة الانحدار. المطلوب عندي بيقول لي إيه؟ مطلوب الأول بيقول لي إيه هي المبيعات المتوقعة لعام 2017. طيب يبقى هنا هطبق احد معادلات المبيعات المتوقعه عندي اللي هي تبقى هنا ايه؟ ص بتساوي 734,565 زائد ب ب41,030، س هنا هتبقى ب 11. ليه ب 11؟ لان احنا عندنا لحد 2016 كانت 10، يبقى 2017 هتبقى قيمتها كام؟ انها السنه ال 11 هتبقى 11. يبقى عندي هنا 734,565 زائد 451,330 هيساوي عندي 1,185,895، يبقى دي المبيعات المتوقعة لعام 2017. يبقى كده المراجع اتنبأ بالمبيعات المتوقعة لعام 2017 1,185,895. طيب تعالوا بقى نشوف المطلوب التاني، بيقول لي إذا علمت أن حجم المبيعات الفعلية لعام 2011 هو 2,000,000، ما هو تقييمك لذلك؟ طيب المبيعات المتوقعة عندي كانت كام؟ 1,185,895، والمراجع مطلع أو الرقم الفعلي عندي طالع 2,000,000، يبقى إذن عندي هنا الرقم الفعلي أعلى بكتير من الرقم المتنبأ به. يبقى نتيجة اختلاف التنبؤ اللي هو 1,185,895 عن النتيجة الفعلية اللي هي 2,000,000، يبقى المراجع لازم يجمع مزيد من أدلة الإثبات عشان يستدل ان رقم الزيادة اللي هو 2,000,000 ده، لان احنا كده تقريبا عندنا 900,000 فرق زيادة في المبيعات، ده ما كانش نتيجة خطأ محاسبي او خطأ مستندي، بل كان نتيجة زيادة الطلب او ارتفاع قيمة البضاعة الايه المباعة في عام 2017 عن الاعوام السابقة. يبقى لازم المراجع يوصل ان 2,000,000 اللي طلعت ده ما كانتش نتيجة ايه؟ ما كانتش نتيجة خطأ او نتيجة محاسبي او مستندي، لا ده حصل زيادة في الطلب او حصل ارتفاع في قيمة البضاعة الايه المباعة. تمام، طيب كده ده احنا كده استخدمنا معادلة الايه الانحدار في ان احنا نتنبأ بالقيمة المتوقعة ونشوف نقارنها بالفعلي ونوصل في الاخر لنتيجة هل المتوقع بيشابه الفعلي ولا لا. بكده تكون انتهت المحاضرة بتاعتنا وانتهى الفصل الثاني الخاص بالاجراءات التحليلية او المراجعة التحليلية. المحاضرة الجاية إن شاء الله هتكون محاضرة مراجعة عن لكل عن الفصل الأول والتاني وحل التمارين ومزيد من التمارين خاصة بالأهمية النسبية وخاصة بخطأ المراجعة وخاصة بالإجراءات التحليلية. شكراً.